ألا وهو الثقة بالنفس. اليوم بنتكلم عن الثقة بالنفس. المشكلة اللي تواجه ناس كثير إن ما يفرق بين الثقة بالنفس والغرور، ومن خوف الشخص أن يوصف بالمغرور يبدأ تهتز ثقته بنفسه. والمشكلة الأكبر أن الآخرين ينعتون الواثق بالمغرور. طيب أنت لازم تعرف هل أنت واثق أم مغرور؟ كيف تفرق بينهم؟ تفضل عرفني باسمك. فاضل الشمري. والنعم. ما عليك سود. الثقة بالنفس ممكن تتواضع في أوقات من الأوقات أو موقف من المواقف تجبرك، أو أن من الثقة أنك تتنازل عن الموقف. الغرور هو أنك تحبب موقفك ما تتنازل أبد عنه. صحيح. مين يضيف؟ تفضل. عمرك أنك تثق باللي أنت تقدمه، تثق باللي أنت تقدمه وتمشي قدام ما تلتفت وراء، بعيدا عن الغرور. حتى ثقتك في نفسك أنك تصنع من شخص ثاني نجاح ولا توجه للطريق الصحيح، هذه الثقة بالنفس. والمغرور، المغرور ماشي ما عليه من أحد. المغرور اللي ما يلتفت لأحد، هذا المغرور. ولكن الثقة بالنفس أنك تمشي وتأخذ الناس معك، اللي تشوف أن عنده شيء تأخذه بيده وتمشي معه. جميل. طيب تفضل عرفني باسمك. نعم. عليك زود. الغرور أنك تتعالى على من حولك، عدم احترام الرأي، عدم احترام الشخصية، عدم الثقة أنك تثق في قرارك، وإن كان غلط من ثقتك في نفسك أنك ترجع وتعدد غلطك بإجابة صح أو بقرار صح. جميل. مين بيضيف؟ تفضل عرفني على اسمك. معك محمد بن ظافر القحطاني. نعم. ما عليك زود. الثقة في النفس في الشخص شيء زين، وهي أساس النجاح. أنا ما أتوقع فيه إنسان ناجح ما عنده ثقة. في طبيعة الثقة تكون فيك في كل أي شيء، في قرار، في نفس، في تفكير، في أي حاجة، لأن هي أساس النجاح. ثقة تامة في نفسك في أي حاجة تسويها عقبها تنجح على طول. أسألك سؤال، طبعا كل إجاباتكم صحيحة، بس بسألك سؤال. أنت واثق من نفسك؟ واثق فيما تقدم؟ صحيح. الآخرين ما نعتوك بالغرور؟ شايف نفسك مغرور؟ أنا قصدك؟ إيه؟ لا. الآخرين ما سمعت أنهم قالوا لك هذا الكلام؟ لا ما أقول. من يخالفك الرأي؟ من يخالفك اتجاهاتك؟ الغرور بعيد عن الثقة في النفس أتوقع، ما لها. طيب زين، هو المقياس الحقيقي أنت مش الآخرين. المقياس الحقيقي أنت، شعورك الداخلي هو اللي يعطيك المؤشر هل أنت مغرور أم واثق. لأنه الثقة بالنفس تعطيك شعور بالارتياح والاطمئنان، تكون مرتاح ومطمئن لما تقدم، تعتز بنفسك وما تريده في هذه الحياة في أي مسار كان. سلام ورحمة. ربما يوجد مخالفين لمسارك وينعتونك بصفات، بس أنت مبسوط ومرتاح في مسارك وتحترم ذاتك وتقدرها. المغرور ما عنده الاطمئنان والارتياح في داخله، عنده قلق وخوف، دائما يبغى يسمع كلام الآخرين، ودائما يبغى الآخرين يمدحون فيه. فالمقياس الحقيقي هو أنت. كثير من الناس واثقين ينعتونهم المخالفين لمسارهم بأنه مغرور، لكن السؤال هل أنت مرتاح ولا قلق؟ الواثق من نفسه واثق من نفسه وبما يقدم، مع كل احترام للآخرين، بكل احترام. أنا مقدم واثق بالمادة اللي أقدمها وأقول عن نفسي إني ممتاز ورائع في تقديمي، واثق، ولكن لكل تقدير واحترام للآخرين. أتقبل النقد. ممكن يطلع واحد من الشباب يقول والله مستواك ما هو بجيد. مين يشوف مستواي ما هو بجيد؟ ولا واحد؟
مين يشوف مستواي ما هو بجيد في التقديم؟ شكرا. زين طيب انتم قاعد تجاملون. زين شكرا لكم. مع كل احترام وتقدير لمن يرى، وربما بعض المشاهدين قبل يومين في هاشتاج بزنس أربعة كان في تغريدة انه ما في غير الملا يقدم، لما يقدم انا يجيني النوم بطفي التلفاز، حتى صورت التغريدة ونشرتها في حسابي. وجهة نظر، كل تقدير واحترام لمن يرى هذا الشيء. المغرور لا، دائما يبغى يسمع مدح، ودائما يتهاوش مع اي مخالف، ودائما ويحقر الاخرين. يجي يقول لك انا احسن مقدم ولا يوجد واحد بعدي. مش بس في الواقع، في الشرق الاوسط تحس ان عنده الانا عاليه جدا مع احتقار الاخرين. الواثق من نفسه يرى نفسه شيء عالي، يقدر راي الاخرين ويحترمهم. الواثق من نفسه عنده شعور الرضا عن الذات، ربما ما أقدمه ليس بالمستوى اللي أطمح له، ولكن أنا راضي وراح أطور نفسي مع الأيام، سواء في المجال الإعلامي، في مجال الدراسة، في العمل، في العمل التجاري، في أي شيء. أنا راضي عن ما أقدمه الآن، راضي عن ذاتي، بس قابل للتطوير، أبغى أتطور. المغرور لا، مع أنه ما يسوي إلا 10% يقول لك أنا 100% وما في مثلي. دائما عنده شعور الكمال والعظمة دائما.